أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله يا ربي. الفي شنو والما في شنو كذا نشوف اي حاجة ما في. والله الزمن ده اي حاجة ما في. السلام عليكم. اهلا. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. اهلا. تفضل. شاي ولا قهوة؟ لا شاي لا قهوة. والله شاي. في الحقيقة انا مش هلاقيكم في البيت هناك. يا تو بيت. البيت اللي ساكنين فيه؟ هاي ما اسمه بيت. ما بيت ولا شنو؟ ما اسمه بيت، اسمه فسحة فيها أوضة جالوس نحن قاعدين فيها. طيب ما كانت خلاص نركش يقول لكم بيت تاني. ساترنا الحمد لله. هي بياخذكم ساتركم يا أخي. ياخذكم ساتركم. يا بنت الناس أنا مأجر البيت ده ليك كم سنة ليك؟ 5 سنين. هي بياخذ الخمس سنين دي؟ أنا واقف في حتة واحدة مأجروا لك ب 150 جنيه. يا أخي ال 150 جنيه دي لا بتزح، لا في تطور، لا في حالة اقتصاد، لا في دولار بيرتفع، لا في أسعار بتطلع. يا أخي معقول؟ يا أخي الناس بيكتبوا عقد كل سنة الإيجار بيزيد 10% 15% 20% بس وقفت عندنا 150 ثابتة كده في محلها يا كافي البلا ما بتزيد كله. وال 150 دي البيت ده ما ثابت. أنا من جيت أوضة جالوس واحدة شباك ما في. انا جايب الكراتين مقفلاها، العرش عامله، انا حيطه ما عندي. حاسبتك أنا عليه ولا ما حاسبتك عليه؟ ما حاسبتني عليه. حاسبتك عليه شلتيه من الايجار. حاسبتك عليه يا اخي. انا البيت حقي ده قلت لك صلحي لي، قلت لك هندسي لي، قلت لك اعرشي لي، قلت لك دي حاله الراهنه. حاله الراهنه دي وكان في ناس شهود. قلت لك دي الحاله الراهنه تشتري بيها تجري وكده بالطريقه دي. قلت لي جدا انا داير انستر وانا اصلا داير لي بيت وانا اصلا ما بقدر اقعد في الشارع وانا خلاص فترت من الـ من الـ من الكواسه في الايجارات وفي البيوت وما لقي لي بيت مناسب وما لقي لي سعر مناسب والناس كلها رامي على الاسعار. ويا ود الناس والله توسمت فيك الخير. ويا ود الناس انت والله وشك ده وش خير. ويا ود الناس الحمد لله لميت فيك. ويا ود الناس انت اللي بتحل لي مشكلتي. الكلام ده كله ريح شمال في مرقه. تتمسكنوا لحد ما تتمكنوا. طيب عليك الله في ذمتك. بيتك ده انا ما محافظه عليه. لو ما انا قاعده في مكان وقع محافظه عليه. يا بيتك المطره كان جات انا الا اجي قاعد على المويه ديني هنا لحد ما اخش جوا اغرف انا واولادي. انا عندي 8 اولاد وعليهم 7 اولاد اخوي قاعدين معاي. ربنا يخليهم ليك. اها انا اجيب لك المدرسه دي من وين؟ انا مأجره مدرسه داخليه. البيت داخليه مدرسه. انا يلعبوا كوره ده والله العظيم يغلبوا اي فريق. طيب انا اجيب لك القروش دي من وين؟ ازيد لك من وين؟ براك شايف الشغل وشايف ما في اي زباين. طيب انا ده يا اخي بيتك لا أنا كهرباء. انا منو يا اخي؟ انا منو يا اخي؟ انا مسؤول من البشريه والله. مسؤول من حل المشاكل. ما تمشي تشوفوا مشاكلكم وين تحلوها بنت الناس. ما في انا بس تبقى في نانا. الناس كلها بس اخترتيها انا اللي حل لك مشكلتك في الدنيا. ما قلت لك حلها لي. قاعده بحقي يا اخواني. انا قاعده ساي. يا اخي حقك 150 على الاقل. ما 150 في اوضه جالوس في الشارع في السهله. انا جبرتك شجره يا اخي. انا قلت لك انا شلت لك عكاز. انا شلت لك ساطور يا اخي. هديتك ولا من مويته بيتك من شنو؟ انا قاعده لي في بيت انا رضي. انا قاعده عن قريبين انا بقروش الايجار قروش المدارس يا اخي. المواصل يا خاف الله فيني يا اخي. انا بمشي بصل لحد ما اصل بالامجاد بتشيل قروشي بتاع 3 ايام. بعد ذاك بجي بيكارو مؤجره حته واخذ فيها عدتي. عارف الزول المقعدني تحت الشجره دي بدفع له قروش يا اخي. اجيب الحاجات منه يا اخي. انا شيريه ما عندي. يا اخي والله شيريه دينار. انا ما يهمني. انا مهمني انه امسك الايجار بتاعي كل شهر ويزيد يا اخي. ما ممكن يا بنت الناس 5 سنة انت مأجر البيت ب 150 يا اخي. الحاجات كلها طارت السماء يا اخي. يا اخي بيتك ذاته ضراني. الحاجات كلها زادت يا اخي. الاسعار كلها زادت يا اخي. بيتك ذاته ضراني يا اخي. كل مره الحيطه واقعه احنا نوقفها ليك يا اخي. حرام عليك. اطلع منه وحياه اسم الله. لو تلقي بيت ب 150 انا اخلي ابيع البيوت اللي عندي كلها اخليها. يا بنت الناس
انا الحكومه ما عندكم رحمه المسؤول. ما عندكم رحمه يعني. انا عليك الله عيني قاعده في الشمس دي. امشي زكا يزبك كل شنو اقول لك انا؟ نعم بمشي. امشي الشؤون الاجتماعيه يا اخي. امشي يسمون شنو الاسر الفقيره يا اخي. امشي الاسر الفقيره ولا الاسر الاكثر فقرا والاسر المعدمه. والله كان وديني لو بمشي. ما بعرف دربون وديني لو نفسي بمشي. كان بدوني بمشي. انا باحث اجتماعي يا اخي. قال كل زول الاقي واحد لا مشكلته وديه ولا انا ما قلت لك الشؤون الاجتماعيه يا اخي. يا ود الحلال عليك الله الله يهدينا ويهديك. ال 150 دي والله يمشي اسال اي زول ال 150 دي في اوضه جالوس فيها عنقري ما بنغرف المويه لا فيها كهرباء لا فيها مويه عليك الله ما مناسبه؟ لا كثيره يا بنت الناس. انا شلت لك عكاز قلت لك تعال اجر البيت ما جيتني مسكينه. قلت لها انا بس اي حاجه بقبل بها يا اخي ترى خد راسي بس. قلت لك جدا اتفضلي ب 150 لا 5 سنين عليك الله من العام 150 ايجار بيت مهما كان. بيت وين هو؟ ان شاء الله شذره ان شاء الله دول 5 سنين ما بزيد ولا قرش يا اخي. يا اخي زيدني 50 زيدني 25 يا اخي. يا اخي زيدني 10 عشان احس انه انا مستثمر يا اخي. ازيدك 10 يا اخواني. 150 في حيطه بتاعت جالوس. والله الحيطه اللي بجنبها دي عامله انا. خلاص اطلع. انا يومي لقيت الكراتين يا اخي في الباب شبابيك يا اخي. اقول لك كلام البيت ده بجيبه 350 هسه دي. اطلعي كان ما اجرته ب 350 تضحك علي. امشي جيب لي زول بيجيب 350 ده. كهرباء وين؟ في بيت فيه كهرباء من العام ب 350 وين ده؟ وريني له بس. يتقطع انا؟ شايف براق عليك الله عين زبون ما عندي زاد. يا اخي اديني احساس اديني احساس عليك الله اديني احساس يا اخي. زيدني 5 جنيه عشان انا احس. طيب هذا الاحساس حزيدك 5 جنيه حزيدك 10 جنيه. كيف؟ ما ممكن يا اخي والله. اطلع يا اخي خلينا اشوف لي زول يا اخي. ما ممكن يا اخي انت واقفه لي في 150 يا اخي مما خلقت الدنيا يا اخي. 5 سنين 5 سنين يا اخي. هسه لو جمعوا القروش دي كلها بتعمل شنو يا اخي؟ عليك الله يا اخي الدولار زاد الاسعار زادت. الطماطم بكم؟ عليك الله الطماطم بكم؟ انا قاعد اكل طماطم يا يمه ولا قاعد اشوف الطماطم عليك. ولا شبه الطماطم انا 8000 يا اخي 8000 يا اخي. طماطم ب 8000 يا اخي. طيب بس داير شنو انت؟ انا عقد شنو؟ داير شنو انت؟ ازيد لك ال 150 دي؟ يا اخي زيد لي ال 150. ما عندك رحمه انت؟ الله يرضى عليك. ان شاء الله كان الله فتحها علي بزيد. ما كفايه رحمه 5 سنين يا اخي. رحمه 20 سنه يا اخي. بدي اسجله لك انا يا اخي. اسجله لك يا استاذ. خش ها؟ تعال كم؟ 100 يعني ما في خدمات كهرباء ديتا؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون عندك بيت ان شاء الله بركة الله يكون عندك بيت وتهجره عشان تذوق الكلام اللي انا فيه ده. انا ما قلت انا قلت صح السعر ده كويس ال 150 دي والله ما قصرت. ليه تظن يا اخي؟ ليه انا عملت لك شنو ده ما حقي يا اخي ده ما بيت انا ما جبت. كتر خير قلبه علي المسكين قلبه علي. يا اخي انا حند عليك كم سنه؟ 5 سنين انا حن عليك. ما كفايه يا اخي اني يا اخي اني اطير في السماء السابع يا اخي. اسي طيب بس استحمل شويه. انا عندي 8 اولاد في المدارس ما قادر اولادي الكبار ما قاعد يقروا. انت قال المخدرني شنو؟ الماسكني 5 سنين دي شنو؟ ما بس عشان شايف ناسك الكتار ده. قلت يا اخي نقيف معاه شويه لكن كمان يا بنت الناس انا ما بقدر اتحمل يا اخي. انت قال انا شنو يا اخي؟ من اسرياء من اسرياء المدينه انا يا اخي؟ ولا عندي قروش يا اخي ولا عندي خزن يا اخي؟ ما بلقط طلقط يا اخي بيت بهنا وحاجه بهنا وراكومه بهنا بهنا وبهنا قاعد تقول انت عندك نقاطات. هاي ما انا نقاطيها دي النبي شوفها قاطه كيف عليك الله. يا اخي ربنا يفتحها عليك يا اخي. انا ماسك الرزق انا ان شاء الله. كان الله فتحها علي بزيد لك القروش. كان الله ما فتحها علي كمان استحملني شويه يعني. شوفها يا بنت الناس والله بصراحه كده انا غايت اشوف لحد الشهر الجاي ده واللي بعده. زدتني الايجار كان بها ما زدتني الايجار والله بعد ده فكر اطلعي من البيت عشان انا والله بصراحه دار استثمر استثمار كويس وانا عندي مسؤوليات وبرضه عندي اولاد وعندي ناس مسؤول منه وعندي اي حاجه. ما تفتكري اني انت براك يعني اي زول في الدنيا بيفتكر انه بس هو الوحيد في الدنيا اللي عنده مشكله. الناس دي كلها ولا انا مشاكلها بنت الناس. لا يلا ربك. الحمد ربك لله ما عندك مرض رقدك في السبيطار. امشي للسبيطار. الحمد لله يا احمد. شوف الناس التعبانين. احمد شوف الناس الدارين حقن. والله الواحد حقنه ما قادر يشتريها. هبت الناس ان احنا بنعمل كذا عشان ما نضيع كذا ونجي نشحد الناس نقول لهم ندور نتسول الناس يا اخي. بعدين اولادنا يقولون حاجه يا اخي يقولون عقاب يا اخي. ما يقول ابونا فات خلانا ساكت كذا وبقينا نشحد في المناكله. الله كريم. الله يديني وازيد لك الايجار. الله كريم الله يهون. ودعتك الله. الله يسلمك. لكن عليك الله خط الكلام ده في راسك وزنيه بموضوعيه وبعقل كده عليك الله وخليك في محل ده. العقل ده بس في حالتي انا ما في ان شاء الله. الله يطولك يا روح. الله يا زاك ويا زي يومك. صبحت بمنو انا الليله؟ يا مكتشنا انا بخلقتك. اسوي ايج
جبنة يا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سوي جبنة يا بني وفوق ظل الضحاوية ضحاوية فوق ظل الضحاوية. كيف الحال؟ أهلا. على الجمال يغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا؟ على الجمال يغار منا، ماذا علينا؟ كيف الحال؟ تمام الله. لكن النعناع فيه؟ فيه جاهز، شايفه مرسوم في التوب. الله يلاقيه، شايف النار مولع؟ مولع فيك رب العالمين. داير شاي؟ شاي لكن زي دمك خفيف كده. اي شكرا لك، كتر خيرك، بارك الله فيك. هذا شاي جاهز، اشرب. لكن ليه كده؟ كيف كيف ماله؟ ما عارف، لكن اديتني له بطريقة كده، ما عارف كيف كيف. لا ما اديتك له بطريقة كيف كيف، هذا الشاي سويته هسي دي. اشرب شاي، هذا جاهز الشاي. الزول لما نجي يشرب شاي داير مزاج عالي، داير روقة. تحمد الله مزاجك عالي، لا خليت لك غنية طايرة، لا خليت لك شعر طاير. تمام. اهو الكلام ما يعني مضر يعني بالنسبة لك؟ لا ابدا ما في مشكلة. اها ما في مشكلة. داير شاي؟ ياخذ الشاي؟ هاي وطرابيزة ما في. أسوي شنو؟ خلينا عليه كل يوم ملقطين عفشان أجيب عفش، لقطوا عفشان أجيب عفش. هاك خدتها في البمبر ده ولا أفضي لك دي؟ ولا تخدها في الواطة ما تتصرف. الله يا زاكو يا زيومك تصرف فقر. يلا صبحت بمنو أنا ذاتي ما عارفة. طرابيزة ما في وتوب مشروط شرطك البلد جهة. أزول لما نيجي يشرب شاي يا أخي داير لي حاجة على الأقل يعني تعدل مزاجه، ما أبقى بلو بوي زي ده. شكرا وكتر خيرك. صحيح طب مشروط، لكن الشاي أنت شوف وقول رأيك في الشاي، ما عندك شغلة بالتو. وأنت قال لك يعني عزيزي الله، لكن يا أخي مشكلة ذاته يا أخي. أنا ذاتي جابني هنا شنو ذاتي؟ ما كان أمشي أشوف لي يعني الله، لكن بس ما داري نتكلم ساي والله. ناس بيقابلوك بوش بالله وش وش دماوي 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 شاي اصلا دماوي شاي. احنا وش الشاي ما بنعرفه. وكيف وش الشاي؟ وش الشاي والدعم وش الملح. أه. صحيح. هاي احنا دافعين قروش، بندفع قروش على الشاي ده، ما ممكن تجي. اديتك شاي او الدعم؟ اديتني له بطريقه ما لذيذه يا اخي، اديتني له بطريقه ما لذيذه. طول بالك معليش انا اسف. بحقي وتديني له بطريقه ما لذيذه وكباوا له نص ساعه يا اخي وشاي بارد وتوب مشروب وده شنو هو ده يا اخي؟ وده شنو المزعله دي؟ شنو يجي الله يلاقين يا اخي. غايته عموما ما في مشكله، لكن الفكرة عرفت. اشرب شايك. بشربه اشربه بياتو اخلاق. مشروط ولا ما مشروط؟ مالك ومالك لك الديني توب اللي بدك. الابتسامه اللي بيوزعوها للناس الزباين يعني لها صفرة. انت قال لك ما في ستة شاي غيري؟ اقول لك حاجة مش شهيدة. ها يا اخ تعال هنا انت من جبال. هي ده اني مسكينة ولا شو؟ تعال هنا دي شابكني طابك طابك، مالك مال طابي يا بيتي؟ البس لكم كويس الناس وتتهندم وتتهذب تطلعوا فيهم كلام عندكم راي. مالك مال انت تصرف ولا بدك؟ يا اخي ما يجيني تصرف لي يا اخي. بصور مالك يا اخي، انا زبون ولا عدو يا اخي؟ عدو زبون تحترم رقبتك تقعد في البمبر هنا عليك بشاي بس. اعمل حسابك لاني انا ذاتي كم ظروف رقبتي بدي اقعد هنا في نص الشارع ده. اعمل حسابك واعمل حسابي واوعى. شفت انت هي يعني مسكينه لك ولا شو؟ ففينك الله يكون فيك. انا خايف منك. خايف؟ لا خايف منك. انا ما بخاف منك. انا شاي وش ذاتك؟ ما داير شاي انت، داير حركات خريج. حركات شنو يعني؟ ما بعرف. انا ما تسمتي ملايين. انا قلت حركات
قلت حركات قاعد تشرب شاي وقاعد تشرب ما يطير او انت تهمني انتوا ما انا اطول ولا بس وعقدة ده قاعد من قبل المستحملات ليه يدك دي اسوي لك شنو يعني انا ما تكفي ببيع لي شاي قاعد تشرب شاي تشرب انا ما في مره بتكون فيني يا زول هيك ما في مره بتكون فيني احترمت المره قاعده في الحر قاعده مسكينه هنا دي عشان مسكنه بيت وبيوت قاعده بيحنا في الشاي تقعد مسكينة مسكينة لا مسكينة ايه المسكينة بتاعنا اوعى اطلع اطلع من هنا في الكراس ده اطلع برا 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 خد ده تعال خد البمبر ده يا حرامي خد البمبر ده هنا رجع البمبر ده خده هنا سرعة خد خد البمبر ده هنا والله يا خدتين ده والله الثاني ما خدته كان طقيت راسك بالسما برا السمين الكريه ده عن الكتف والظهر كمان هذول يبقى مسكين وقاعد ما يخلوه ذاته لا صبح باي منه انا ما عارفه كلها بتفه ده بسم الله الرحمن الرحيم خلوا الزول ينفعلوا يكورك في الشارع دي حاله دي طفلي النار الله يا زي يا زي يومه وترني الله ينعلوا السمين البدين استغفر الله العظيم اهل الناقصه تمت انت لسه قاعده هنا تفضل اشرب لك شاي ولا حاجه ما قاعد اشرب شاي انا خليته والحين يترميت شحضه ربي ها قلت شنو حزيد القروش ولا ما حزيد يا هاي يوم انا بس ازيد 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 وزايديني فاقول انا ازيد من وين انا يا اخواني ازيد من وين انا ازيد في شنو في الشجره اللي قاعده فيها دي شجر طله قامت براها الدكان ده ما جرى معي انت قاعده جنب الدكان بتاعي صح ولا مو صح الدكان ده زي الماجره لك لانه الزبون اللي بيجي بيشرب شاي عندي ولا حاجه بيجيك في الدكان كان داير رصيد كان داير حاجه كان ضرب ولا دايرين حاجه بيجي في الدكان انا قاعد ابيع شاي جيني في الدكان قاعد ابيع شاي انا عندي بقاله انت قاعده هنا المفروض تدفع كل يوم 15 جنيه صح ولا ما صح صح 10 جنيه ليك 10 سنه انت قاعده هنا 10 جنيه بس ليه انا ال 15 جنيه دي مرات بطلعها في 10 ايام يا محروقات ما في يا اخي محروقات إيه؟ عليك الله في محروقات اكتر مني الله يسالك في محروقات اكتر مني يا اخي اسمعي كلامي حزيدي 5 جنيه ولا ما حزيدي 5 جنيه حزيدي اهلا وسهلا ما حزيدي لملي مكراكيبك وبنابريك وقانونك الكبير ده تطلقي من هنا انا الم بنابري وقروري ده وامشي من هنا الم عفشي وامشي من بيتنا أيوة. امشي وين انا والله ما بعرف اسوق اشوف على المقعده ومعي ده كله انا اسوق ودون وين انتوا ليه ما بتخافوا الله النسوان ده كلهم زادوا ولا بتعرف دكاكين القروش الا انت يا اخي الاجانب جونا من برا بيجوا يزيدوا القروش برضه انت ليه ما بتزيدي مالك انت حقاره يعني ولا شنو ما حقاره طيب براقص جيت شفت عندي زبون انا شوف شوف ده الشاي ده باير له 3 ايام مقبول كده من الصباح كل يوم شغال هنا من الصباح انا زي كده مرمومين فيه كده بتوع دايما القروش بوديها انا مؤجره بيت مؤجره بيت ها عدتي دي خليك عارف بيشيلوها مني بمشي اجيب عده تاني من جديد بمشي بامجاد لحد حلتنا العارفه وين بعد داك بصل بيكارو قاعده في بيت لا فيه كهرباء لا فيه مويه بيشتري المويه بيشتري الكهرباء ماسكة 8 شوف عدال حقيني أنا 7 حقين أخوي ها ده كله ماسكة أنا بجيب الحاجات دي أنا كم الدنيا دي عصرتني وما صرتني بجي أقعد في الشمس دي أنا ألقاها منك ولا من بتاع البيت ولا من الزباين اللي بيجوا أنا أعمل شنو أنا يا بنت الناس يا الكلام ده كله أنا ما بهمني ولا عندي به علاقة أنا كلامي معاك واضح قاعدة جنب دكاني هنا ده تزيد القروش الناس كلهم زادوا لهم خلاص بزيد حبة كده قدام بزيد حبين حبة بزيد لك ألف ها؟ أمشي بس قدام كده ألف واحد ما بمشي قدام ما بمشي منك يعني تمشي مني وين؟ محل الأولاد اللي قاعدين هنا دول كده تمشي بس. تمشي من هنا خالص من المحل دي من جنب دكاني ده خالص تمشي من هنا ده أنا بجيب أسي النسوان كتار بيبيعوا الشاي وفي أجانب بيبيعوا الشاي برضه أجيب لي واحدة حالات الدنيا لا تقعد هنا تلم الزباين ذاته انا مالي ما مالو ولا كراكيب ايوه حالات الدنيا عليها كيف حالات الدنيا عليها يعني سمحه وجيها يعني اللي مني الزباين علاقتها يعني. شنو السماحه يا اخواني بالشغل وبيع الشاي علاقتها شنو كيف ما عندها علاقه علاقتها شنو انت الناس قالوا بتلموا ساي في الشاي ده قالوا بتلموا ساكت كيف يعني ما في سبب بيلموا يعني عشان كده انا ما بجوني عشان طوبك المشروطه وابن شرط التوبي ده الله لا تكسبكم انا اشتري توب من وين انا يعني انا اسوي شنو؟ اطير انا اطير انا دي اسوي شنو انا دي
انا دي اسوي شنو عليكم؟ الله في زي ما هجاني تاني. بالمناسبه انا مشيت شربت احسن شاي عن واحده اجنبيه مش عندك انت يا وهم. وهم منو؟ وهم منو؟ شفته لو حق لو حق. شفتي انت؟ شفتي انت براك بعينك؟ انا وهم؟ شفتي براك بعينك؟ الناس بيقولوا يهربوا منك، بيقولوا يجروا منك، بيقولوا يسوقوا منك. كيف يعني؟ يعني انا عشان الناس يقعدوا اعمل شنو؟ امشي ابقى سمحه يعني ولا اعمل شنو؟ ابقى يعني؟ سمحه واسمع قروش زي الناس. البقاله دي انا فاتحها ساكت مجان؟ يا اخواني طيب القروش دي انا اجيبها من وين؟ وقت اصلا انا عندي قروش المقاعد نشفي في الشمس دي. عليكم الله كده واحد يجي يقول لك كشف 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 يا عمي كش رقبتك انت، انا كان لقيت فيك فرقه. انت كذاب يا اخ. واحد يجي يقول لي اسوي شنو انا؟ انا كان قادر ادفع ال 15 وقادر ادفع اللي جاي. لا نقول لها يا اخوانا حاجه. اسوي شنو انا؟ لا يا اخوانا يقول لها اسوي شنو؟ وروها ادوها راسها. قولوا لي؟ المرأة السودانية هي لما مثلا تطلع يعني مثلا بتبيع شاي وكذا، يعني هي في امس الحاجة للقروش وامس الحاجة لطلب مثلا عند اولاد راجلها ماتت كذا يعني. فبالتالي انا بشجع الشباب انه مثلا ما يشربوا شاي من النساء الاجنبيات، لان النساء الاجنبيات هم اتوا لبلادنا لانهم يعني قروشهم نحن ما بنحتاج لهم، لكن المرأة السودانية ممكن نحتاج لها في أي حاجة، لأن يعني المرأة السودانية الليلة اللي عنده قروش نحن ممكن نحتاج لها في أي حاجة ثانية يعني. فأنا بشجع الشباب إنه يا أخي لا 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 النساء الأجنبيات دي يا أخوانا الناس ما يشربوا منهم شاي. فبالتالي والله بجد يعني نحن بنقدر المرأة السودانية وبنشيلها فوق راسنا وشكرا لكم. ما قلنا رزق على الله أجيب، لكن عليك الله أنا الست الشاي مريحين القروش اللي بيجي بشيلها منها الحتة اللي قاعدة فيها والعفاشي ده بخده برضه عزول عشان يخد ليس الواطة ساي واطة الله دي بدفعني رسوم بنقول انا في راسي. ها؟ كويس. والحاجة الثانية شكرا لك يعني الحاجة الثانية انه يا اخي بالنسبة للحكومة ذاته انها تراعي للظروف الناس يعني انها يا اخي ما مقكشة والحاجات فبالتالي تتنظم يعني تتنظم الحاجات ذاته يكون بالتدريج يعني مثلا الزول شاي يكون حاجة مخدرة معنا يعني ما رمزي يعني كرمزي بالنسبة لل نعم عشان يساعد في يساعد هاي ما يرجع لانه ايش حاله كده ايوه بس طيب الشباب اللي بيمشوا اللي عندهم حركات مع ستات الشاي يعني اذا حركات كده وما دارين يشربوا شاي هم لكن والله يا اخي يعني لك في ناس بتلموا كده في ستات شاي معينات كده بقول لك اصبوا هم ما دارين يشرب شاي لكن قصد حاجه ثانيه زي ذي النوع والله يا اخي الفرصه انا بتخيل انه يا اخي ده من الماء ست الشاي ذاتها ايوه الاخلاق ان ست الشاي هي ما تدي فرصه للناس ايوه ما تفتح الثغره ست الشاي اسمعوا الكلام ده ما يدوا فرصه ايوه ما يدوا فرصه للناس انك ست الشاي بقيت ملتزمه وكذا ما في شيء تبغى تشرب شاي وتبقى مالك بس تشرب شاي وتبقى مالك ايوه ما في حاجه شكرا لك تسلم ها لو نسي ما في ولا يا ست الشاي يعني بس ست الشاي لا أغني شنو بس ست الشاي لا ما في أغني لا أغني ما ممكن والله عندنا موضوع نناقش فيه هنا عندك في رأي؟ تعال قول لي أنا رأيك في موضوع تفضل أيوه ندري ست الشاي نعم لو ما ضاقت دول السبل ما بيقول المريضة دي نعم فرتك السلطات ذات تسهل عليهم والمهجرين تعمل دراسه وتعمل تعمل دراسه وكذا يشوف ظروفها نعم عندك مطقي ارمله نعم هلم يرى نعم اصحاب المحلات ذات ليس يستغلون يعني يقول لك الحياه 40 50 والله تقري يعني ما تبقى الحكومه تشيل منها وزير المجلس تشيل منها وزير المجلس تشيل منها والحياه بالضبط كذا الحياه عاليه والسكر الحراك عالي طيب طيب الاخلاق يعني دائما ست الشاي الناس بيقولوا عنهم شائعات ونايا الكلام ده كده الى حد لا ما اعتقد ما في كلام زي ما في كلام زي هي اخرى اي لو دار انا راح هاي جبت النيران والقوانين وكذا او زي ما قال الاخ ما هي ما تفتح مجال ولا تفتح مجال لزي اي بالضبط ذكر الف خير بارك الله انا ما في جنسي لطيف من ستة الشاي يقول وجه النظر بسم الله الرحمن الرحيم انا اولا بقول يعني بنبر ستة الشاي فما كل مثلا مرأة شقالة مثلا في الشارع ولا في الشجرة هي مثلا من أسرة غير كريمة يعني في واحدة ممكن تكون لظرف زي ما هسه دي قالت إن ده شفع
وعند اولاد اخوها واحتمال يكون زوجها مثلا مدفي او يكون مثلا سافر وما جاهم او يكون عيان او يكون مريض. فعشان كده يعني ما كل مرأة تجني مثلا في الشجرة ولا في الشارع هي مثلا من أسرة غير كريمة. ده واحد. الشيء الثاني الجهات المسؤولة نريد تقنن لستة الشاي، لأنه في كل أسبوع الثاني واحد يكشوا يشيلوا عفشة ترابيزة وكراسي وكفتراتة، وثاني ما بيجوا راجع إلا تبتل مثلا تاخذ الثاني من جديد، والهجاية قوانين مكررة. يعني بقول حتى إذا كان مثلا في مثلا رسوم في عوائد حاجات مثلا المحلية ممكن يدفعون يكونوا قاعدين مثلا بصورة منتظمة، دفع رمزي بسيط، دفع رمزي بسيط وتكون المسألة منظمة وفيها دراسة وكذا منظمة وفيها دراسة. الشيء الثاني مشجع الشباب، يعني أي إنسان أخواننا شاب جاء زي ما قال أخونا قبا شوية يعني نفدر أخوان المرأة السودانية، لأن هي مثلا أكيد بتحتاج احتياج كامل. شباب بيشغلوا ذيل يعني؟ لا لا لا، أصلا شباب فاسد وتعليم من أسر فاسدة وناس ما بيحترموا المرأة، ما عندهم أخلاقيات، وده الناس ما عندهم احتمال يكون ما عندهم أخوات ولا خالات ولا عمات، لأن نفس الشيء مثلا طلع منهم من البيت بيعملوا في الشارع. فأنا إن شاء الله بنوصي بأنه أي شعب السوداني أو أي شاب من الشعب السوداني إن شاء الله يكون إنسان في مكان يكون حامل على خلق احترم المرأة في الشارع. الله يرضى عليك. شكرا لك يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الشروق، نشكر الفرقة المصاحبة من الممثلين كلهم جميعا على هذه اللفتة البارعة وعلى هذه المعالجة الاجتماعية. كل الذين يعملون في أي مهنة من المهن إنما هو عمل شريف خاصة للمرأة، ومن هذا العمل عمل الشاهي تخرجوا دكاترة أطباء، تخرجوا مهندسين، وتخرجوا ناس خدموا الوطن، والأم مثل الوطن عزيزة جدا. وعلى هذا الأساس يجب على كل مواطن أن يضع في الاعتبار أن هذه التي خرجت إما بمثابة أمه أو بمثابة أخته أو بمثابة يعني أقرب الأقربين إليه، لم تخرج إلا لضائقة معينة ولعمل شريف يجب أن يتأدب، يشرب بكل أدب ويخرج بكل أدب. ومن هذه المهنة كافح النساء وأخرجا تخرجوا أبنائهم من المدارس ومن الجامعات، وتخرجوا أطباء ومهندسين، ويقول للناس أبناء حجة فلانة وأبناء حجة فلانة وأبناء حجة فلانة من هذه المهن، من مهنة الكسرة أو مهنة الشاهي أو المهن هذه التي ترتادها نساء وطني السودان. شكرا لكم جميعا، شكرا لهذه الفرقة، فرقة مسرح على الهواء مباشرة، طالما عالجوا كثير من المشاكل الاجتماعية، ونحن نشهد على ذلك وكل الجمهور يشهد على ذلك، ولهم الشكر الجزيل وشكر لقناة الشروق. شكرا لك انت ابو ضياء. شكرا لك يا ايوه ايوه عثمان جاتك؟ لا لا تمام تمام لا تمام خلاص تمام مية مية. لا 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 والله انا ما مستعجل. حل مشكلتك يا زول عليه مهلتك ومتين ما ربنا يفرج يجيب لي القروش يا اخي. الخوة ما بيناتنا يا عثمان يا اخي. بسم الله يا اخي. لا 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 يا زول ما في عوجة ما في عوجة. الله يديك العافية. خلاص خلاص خير خير يا الحبيب. يديك العافية ان شاء الله. الله يخليك. الله يبارك فيك. لا السلام عليكم. مرحبا عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير يا اخي. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا اخي. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير يا اخي. ان شاء الله كويس يا اخي. الحمد لله. تمام تمام. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه يا اخي. كيف الحال؟ ما شاء الله والله. ساكن الحته دي ولا حاجه؟ انا ايوه هذا البيت هذا البيت حقنا. الله يديك العافيه. اي الله يسلمك يا اخي. كيف الحال؟ مرحبا. تفضل ان شاء الله خير. تفضل شويه. ده بيتك طوالي؟ ايوه نعم. يا سلام يا اخي. كيف الحال؟ والله يا اخي مستعجل شويه وراي شغل كثير جدا يعني. شكلك مشغول. لكن يعني باختصار كذا يعني أيوة. انا اساسا جاي لجارك يعني. جاري ايوه محمد ابراهيم. ايوه ايوه مرحب. مش جارك محمد ابراهيم ده في الامارات؟ ده جاري حبيبي يا اخي. اخوي يا اخي. الله يبارك فيك. اولادي والله زي اولادي. امانه في رقبتي دي والله. والله يا اخي يا اخي والله يا قدره يا اخي. انت معاهم هناك في ايوه والله راجل طيب وراجل صاحبنا وبعد ذاك يعني نحن ذاتنا
يعني اخذت له احترام خاص يعني. لا هو ما شاء الله ما شاء الله والله. وما افضلوا عليك. راجل محترم والله والله راجل محترم الله يخليك. يا سلام يا اخي. الله يبارك فيك. بالله لسه الدنيا فيها ناس طيبين كذا. الله يبارك فيك يا اخي الله يخليك. يا سلام يا اخي. تفضل بس شويه يا اخي. بالمناسبه جاي من بعيد تعبان. والله جاي امبارح من سفر، انا اصلا مغترب برا معاه هناك. ايوه ايوه. فنحن شغالين في وزاره في 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 شركه واحده. يا اخي ما شاء الله ما شاء الله. فقلت يعني فهو اعطاني توصيه كده او اداني امانات في الحقيقه يعني كويس. والامانات دي انا ما انا طبعا ما بقدر اتحمل انه تكون في امانه في عنقي. طبعا طبعا الامانه حاره. الامانه حاره طبعا. أيوة. عشان كده عنده تخليص بتاع بعض الحاجات هي الاساسيات المنزليه. وفي في ماكينات كده. أيوة. المهم هو جايبه قال داير يعمل مشروع هنا ما شاء الله والله. فالناس الجمارك قالوا التخليص وما التخليص. لقيت انا قروشي كملت في تخليص حياتي انا الشخصية. ايوه كويس كويس. فعشان كده جاي زول داير اوكل زول عشان يقوم يقضي له المهمه دي. ما عندك اي مشكله. قدره قدره ومقداره والله ان شاء الله. لا تسلم. ما عندك اي حاجه. تسلم يا ابو راعنا خدر. جيت محلك والله. احنا ناس كلنا ما شاء الله كلنا رجال والصغه بيناتنا متوفره. ابشر والله. ابشر. هي اساسا الرجاله دي تعرف ما عين كل زول. عند ناس محددين. ايوه وانا بعرفهم كويس يعني من وشهم. ما عندك بعرفهم. ما عندك عوجه والله. أيوة. التخليص ده داير له حكايه بتاعت 450 800 كده يعني. 400 800 اي ما عندك عوجه. 800 اي. لا لا 800 لكن هاك امسك والله امسك. لو قصرت ها أيوة. ده بيتي انا تعالي هنا في بيت ده بيتك ذاته. ايوه جاره طوالي. ايوه ها ايوه جاره هنا. ايوه ولو يحتاج الى اي حاجه في الحله دي تعالي هنا. مش تامة؟ ناقصة؟ اي اي ناقصة 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 20 جنيه. 20 جنيه والله الا تجيني مرة ثانية يا اخي. انا بدفع. معلش تنبالها انت وانا بديك ليها. اي انا بدفع. الراجل ده جاري وحبيبي والله. اي انا بدفعها. اي يا اخي. وبتم عليه وبعدين الراجل ده اخونا والله واولاده واولاده. يا اخي والله كتر خيرك وبارك الله فيك. يا سلام عليك يا اخي الله يديك العافية يا اخي. كتر خيرك وبارك الله فيك. اهو الناس كده يا اخي. الله يبارك فيك. يخدموا بعض. الله يسلمك. يقفوا مع بعض. الحمد لله. يا ايوه يا اخي. شكرا لك. الله يديك العافية يا اخي. الله يديك العافية. شكرا لك انت برضه لانك راجل طيب واصيل. ايوه. عايز تقف مع صاحبك. ايوه. وزميلك. ان شاء الله. الله يديك العافية يا اخي. ان شاء الله يا رب ما يكون. يا سلام يا اخي. حفظ وشي. ربنا يكثر الخير بين الناس. انتوا لو لوتوا ليه يا اخي كان حفظه كان ما حفظه. يا سلام عليك يا اخي. اهو كده الناس يا اخواننا. الناس يقفوا مع بعض. الناس تثق في بعض يا اخواننا. كل دول جاري من الثاني على كده. ليه يا اخي؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي. كده نضرب لنا القاطي ده. الاهبل المدقسه ده. خليه يرسل لي رصيد. اليومين ده المفايل اللي سمعناه امبارح ما ضربت عليه. انت بتتكلم معاه. اغير الصوت ما انسى. الو الو. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. يعني معلش يعني والله انا اسفه بس جاك رصيد كده بالغلط. انا والله كنت مرسله لاخواني في الداخليه وقروشهم قطعت وضروري وشكله كده جاك رصيد يعني انا في تليفوني. اي جاك في تليفونك والله. وانا محرجه والله كان عندي قروش ما كان ضربت عليك. رصيد بكم يعني؟ والله هو انا كنت ادرس ال100 لكن ما بعرف وصلت 100 ولا 50 ولا الوصلتك ده ما عارفه بتاع الاتصالات حول لك كم. لا لا خلاص ده رقمك انت. اي شوف الرصيد. اي اتخيلي هاي ال50 دي. خلاص برجع لك سهله برجع لك ال50. اي تسلم. شكرا. اهبل يا والله لكنك ركشه بس نقاطه. كيف كيف تمام؟ تمام الحمد لله. ما جايك في موضوع مهم. خلاص فيش نيه محمد مالك؟ والله شفتي بصراحة كده يا خلاص الموضوع ده ما في زول بيقدر يحل لي إلا أنت. عارفني طبعا أنا شفته. أنا عارفك أنت مقرمة. فيش نو موضوعك شنو؟ والله الموضوع ده طبعا يعني أنا والله محرج لكن لو ما مضطر والله يعني ما يعني ما أقدر أفاتحك فيه يعني لكن أنا واثق إنك أنت حد في اللي يعني. في يدي احلو لك بحلو لك. والله في الحقيقه انا اجيك من الاخر. اصلا انا مشيت لبنك كده وطبعا انت عارف انا يعني في البنوك والمصارف والحسابات الماليه والحاجات دي طبعا شفت. اي فالمهم البنك وافق لي كده يديني قرض كده تمام. اي
بفايدة وكده وبتاع وكده. دايرني أنا أضمنك. هاي. يا محمد ما أعرف يعني تفتيح يا محمد أضمن عجاية تعمل لي الحركات اللي أنا قاعد أعملها يعني ولا شيء. ما شيك ما شيك بس شيك كمان بس يعني. بعدين أنا ما قاعد أعمل بشيكات ذاتي ولا عندي حاجة وما بعرف لي زول بشيكات وحاجات زي دي. يا زول ده كلام كبير فيه سجن وفيه حاجات ما قاعد أخش فيه وأنا. قصدك ما بتحل لك مشكلة الزول كله كله. خلاص يا محمد غايته كان نفسي أحل لك لكن تعرف أنا عندي زول كده نقاطة يعني شنو شغال لي كده زي الركشة. طيب ما تمسكيني فيه وياه. لكن ده هبل سايح ما بيعرف ما عنده علاقة بالشيكات والحاجات دي. لا 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 مش صاحبك تعرفيه؟ أيوة جيراننا. وجيرانكم؟ أي يا زول ده هطلة أسكت ساي. شفت ده؟ أي كان دايرين حق السلطة. أي مرقيت قروش بضرب له بعمل له رسالة. أي بخمسة أشوت له. أي بعد ما نزل الرصيد مش بيجيك رسالة؟ أي أشوت له بضرب له بقول له معليش رسلنا لك رصيد غلط. الأهبل بيشوت مرات بقول له ما جاب بيمشي تاني بجيب رصيد من الدكان بيرسله لي. على كلمة تفتيحة وتقلبة يا والله لكن شفتها مش والله ما شفتها والله لكن يا اخي طيب ما تقنعني يا اخي انت غناعه كده ما تقنعني يا اخي والله غناعه لكن شنو الشيكات دي والله محمد كمان الزول ده مسكين ده تدخلوا لي السجن بعد شويه انا نقاطيت قيف لا لا اقول لك كلام السجن. انا ما بنساك لا لا يا زول خير لي يا زول بديك 10% عصفور في اليد يا زول ولا 10 طايرين يا اخي 10% اكتب لك بقى تعهد اكتب لك بقى تقرير هسه لو دايره لا 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 دخلوا السجن ما عنده شيكات يا زول زول ما بيعرف شيكات يا اخي تخلي عليه انا بفتح له حساب لا لا ما تفتح له حساب يا زول تفتح له حساب ما بيفتح لي انا لا لا كان انت لا دار تطقعي لا دار تجيب الحجار ما كده نشوف لنا زول ثاني كده ندقسه منو يعني شوف زول منو ثاني يا اخي عليك الله يا اخي عليك الله مسكينه في الزول ده يا اخي عليك الله يا اخي لا لا والله الحمد لله يا بدك بدك 20% يا زول ولا 50% يا زول انت قال القروش كم؟ بتدخلوا لي السجن انت قال القروش كم؟ كم؟ قروش كثيرة قروش كثيرة هاي لا لا يعني لا لا مثلا نصيبك كده بالميت كده طيب معاك الاثنين طالع بالواحد دقيقة طالع لك بالواحد لا لا دي ما فيها طلع بالواحد ما فيها؟ بالاثنين طالع بالاثنين خدت الصفر يعني يا اخلاص يعني طالع سمي انت ما حساب احسبها لك بصراحة كده بتطلع لك بزي 4500 كده 4,500,000 بالقديم يا حليلك 4500 كده 4000 منه 4000 دي انا بحركاتي دي بطلعها في يوم تلفونات ساي بعدين ازول ده يعني كل مره بشي 4 دي بتنتهي لي لكن ده ما طوالي هو قاعد قصادي كده بنقيط عليه ايوه اقول لك كلام ثاني اقول لك كلام ثاني اقول لك كلام ثاني اقول لك كلام ثاني اها انا ازيد الغرض يا محمد اقول لك كلام لا اخت الزول ده ما دقيقة الناس مسكين يا اخي يا اخي دقيقة بضرب في ثلاثة اضرب في ثلاثة وبديك 30% اضرب في ثلاثة وبديك 30% يعني قروشك دقيقة طالع معاك الاثنين معاك طلعت روحي انا دي يعني بتجيك زي 36 وانت مالك مكي كده زي الضارب بحوك لا ما ده عشان التضريبة طيب تضريبة كده طالع بالواحد هاي تضربه لو ما يعني. لو تضربه لو ما عملت لها كده عليك الله فهمت اياي شايف يعني تضريباتك كلها ضاربه 36 يا زول 36 دي قلت لك انا كان عملتها في حياتي انتهي يا زول 36 دي تشتري لك عربيه يا اخي 36 عربيه يا زول دي ركشه جايبه لي قروش الزول ده انا عامله ركشه اها 36 دي بتجيب لك ثلاثه ركشات تجيب لك ركشتين بيجيب لي ركشات ماشي لكن بيجيب لي ركشه ما نقاطه يومي يا اخي الركشه يومي والله اسمع الزول ده مسكين يا اخي الزول ده طري يا ده في السودان عليك الا ما تطفيش لي تقطع رزقي على مالك يا انت بعيد من الموضوع ما ببعد من الموضوع انا وريني بس جهته وين لا ما بوري جهته والله يا زول لا 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 كده انت ليش مو طالع بالواحد 36 فكري لا والله كده اقول لك كلام انا بفكر وبديك خبر 36 دي عارفه انت بتجيب شنو خزولة لكن لك شم دوري طوالي ما بلعب بيها كده اشوف كده انت يا 10 جنيه و5 جنيه و7 جنيه 20 جنيه و50 جنيه دي قروش دي؟ قروش مالها مصاريف اخوانا مصاريف زي الركشه كل يوم جيب لي 20 100 10 يا اخوانا 36000 تقول لي 50 و20 و30 دلبتين يعني بعد كم سنه حتى يوصلوا 36